صحاب رمضانكم. أنا اتصلوا بي مسؤولين تاع إدارة اتحاد العاصمة باش نجي، وباش نجي نقدم الإضافة اللي لازم. وين راني في فريق كبير تاني اللي عندها كما نقولوا طموح باش يدي هذه الكأس الإفريقية. نظن باللي الأنصار قال لي هم يستنوا في هذا الكأس. أنا جيت هنا باش إن شاء الله نمد الإضافة اللي لازم إن شاء الله. والله وليت على حاجة واحدة، وين ما كانش عندي لوكازيون باش في ماضيرا نلعب ليكيب ناسيونال. كاين دي زيكيب هنا في الجزائر ماشي غير اتحاد العاصمة، كاين دي زيكيب وين لو كان تكون تلعب فيهم عندك لوكازيون باش تلعب في ليكيب ناسيونال. وين فريق نقولوا فريق صغير تاع ماضيرا، وين ما خلانيش نقولوا الوضعية اللي كنا فيها، هودنا القسم الثاني، ما كانش موسم ناجح يعني. خرجت هداف الفريق وين ماركيت 5، يعني كنت في فريق اخر بلا كنت ما نرجعش هنا. انا كما نشوف وكما الناس قاعده تعرف باللي اتحاد العاصمه عندهم فريق اللي يلعب كره القدم، وين يعني لو كان بالسيريو وكما نقولوا خدمه تحطها في الشامبيونات تاع البرتغال يقدر يكلاسي مليح. جيت هنايا على بال عندهم كوب دافريك، وين عندهم دو زون ملي لعبوا لا فينال ما وفقهمش ربي. هذه هي الحاجه اللي كاس افريقيا هي اللي خلاتني كوب دافريك كمان ان شاء الله. وانا لعبت كوب دافريك مع مولوديه بجايه وين درنا باركور شباب. نظن ما كان حتى حاجه صعيبه في الدنيا، وين لو كان الانسان يامن بحاجه يوصلها. تما هذه كما قلت الاخ عندهم عامين اللي وصلوا كوب دافريك، ان شاء الله سنه ان شاء الله ندوها على ملأ. سي فري يا واحد دروك تكون تلعب في اوروبا وتجي هنايا باينه بلي تكون عليك ضغط. انا على بالي بلي راح يكون ضغط عليا، وين الحاجه الاولى نتمنى ان شاء الله التوفيق من الله عز وجل، والحاجه الثانيه اللي بالخدمه تقدر تحقق اي حاجه ان شاء الله مع الخدمه وكاع، ونكونوا احسن ونمد الوجه اللي راه الانصار يستنوني به. والله ما على باليش كيفاش فيسكن، ما نعرفش القانون تاع لافريك. تما راني نستنى الوقت اللي انا راني حاضر، الوقت اللي ديجا اليوم نبدا لي زونترينمون، الوقت اللي يقول لك راك واجد راني واجد. ديجا راني جاي واجد ملي سنيت اندماج اللاعبين تما كاع راهم صحابي. كاين اللي لعبنا كيف في ليكيب ناسيونال اولمبيك، كاين اللي لعبنا في ليكيب ناسيونال تاع المينيتير، وكاين اللي لعبوا معايا في فرق كيما منصوري وقدور. تما الاندماج ما راهش يكون صعب، ولا ديجا لي جوار كاع سهلوا لي كيفاش دخل الدار، وكاع جاو عندي وقالوا لي مرحبا بك. يعني هذه ما غاديش تكون حاجه كبيره.